مشكله. الله يدوم بالسلامه ياسمين عبد العزيز، انا واحده من الناس اللي احبها واعشقها واحب خفه دمها واحب موهبتها واحب نجاحها واحب اخلاقياتها حتى في الافراق. يعني انا عجبني وايد فيها، يعني حكايه لما طلعت مع منى الشاذلي بعد مرضها والله يقومها بالسلامه وهذا، فقالت انه شنو عجبني لما تحكت عن طليقها ابو عيالها وقالت كلام. هذا المهم في النهايات اخلاق. يعني شوفوا نهايه العلاقات يبين اخلاق الشخص الاثنين. اوكي، في مرات في شخص يوصلك لمرحله انك تزهد، في زهد شامل، يعني يكون ما عنده اخلاق نهائيا في التعامل مع الطرف الثاني، في الثاني يرد المثل بالمثل، لا بس كل واحد يعني على تربيته واسلوبه في اشياء. الصراحه انا اتمنى ان شاء الله ياسمين عبد العزيز تكون بالسلامه وترجع لجمهورها وترجع للفن اللي يحبها. افتقدناها السنه هذه، ما عندها عمل مسلسل، ان شاء الله نشوفها في عمل جاي، سواء تلفزيون سواء مسرح سواء سينما، سواء تستحق. نجمه فريده من نوعها، قدرت تفرض نفسها على الساحة بشكل كبير.